رجعنا لكم في موجة صيف، مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة باش نحكيوا توا على اللقاء البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج. لقاء كان جمعوا بعميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة. كان من المفروض أن تحضر نقابة الصحفيين لكن الالتزام انتخابي في صفاق استعذر الحضور. رئيس الجمهورية خلال اللقاء هذا كالعادة يعني تطرق العديد الملفات في تونس، تحدث على جملة من القضايا اللي تهم الوطن وتهم الرأي العام أكيد التونسي. ومن بين النقاط اللي حكي عليها البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد قال أنه ثم ثروة تاع زوجة أحد المحامين تبلغ تقريبا 100 مليار، وقال أنه عندها ثروة هذه رغم أنه عاطلة عن العمل ما تخدمش، وحكي بعد حتى على أملاك وحكي على يعني ديار وعلى كل معناتها تقريبا. الملخص أنه حكي على ثروة زوجة أحد المحامين قال أنه تبلغ 100 مليار رغم أنه عاطلة عن العمل. النقطة هذه أثارت برشا ردود أفعال يعني على مواقع التواصل الاجتماعي البارح، شفنا عديد يعني الروايات خلينا نقوله، لكن برزت تقريبا رواية واحدة شفناها البارح خرجت على عديد الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولوا أنه اللي يقصده رئيس الجمهورية قيس سعيد هو يقصد زوجة العميد السابق للهيئة الوطنية مكافحة الفساد سي شوقي الطبيب. اليوم الصباح بعد الكلام اللي تقاله مواقع التواصل الاجتماعي سي شوقي الطبيب يهبط تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك ينفي فيها طبعا الكلام اللي تقال هذا الكل. احنا باش نفهمه اكثر اخترنا انه يكون معنا سي شوقي الطبيب العميد السابق للهيئة الوطنية مكافحة الفساد. اهلا وسهلا سي شوقي، مرحبا. اهلا مرحبا بك. مرحبا، شنحوالك انت سي؟ والله الحمد لله ان شاء الله. طمنا ساعة على صحتك، شنحوالك؟ لاباس هاني في الإقامة الجبرية وكهو فبتي ان شاء الله ربي يلطف بينا يلطف بالبلاد وكهو بدون قرار في يدي بدون حتى شيء، دونك هاني في الإقامة الجبرية وقاعد مكلف الدولة التونسية فهمتي معناها النفقات زايدة في خرق واضح للدستور الحقوق الدستورية الحقوق القانونية وإن شاء الله. كنت انت بون احنا تو نحكيوا اكيد في الموضوع اللي يهم زوجتك، اما تعقيبا على كلامك كنت شكيت انت يا سي شوقي، تقدمت بشكايه يظهر لي برا من تونس على الاقامه الجبريه. انا قدمت شكايه في تونس وقدمت بطبيعه الحال هذا كذلك العريضه، هي مش شكايه عريضه للامم المتحده مقتضى الاتفاقيات الدوليه، لان نعتبر اللي انا تم عملية حجزي بطريقة غير معناها قانونية وطالب بطبيعة الحال تتبع الناس اللي أخذوا هالقرار هذايا. اللي نعاود نذكر مرة أخرى ما عنديش حتى نسخة منه فهمتني، نسخة من القرار ما تحصلتش عليها لحد الآن؟ لا ما تحصلتش ومشيت المحكمة زاد كذلك الإدارية. لقاء البارح رئيس الجمهورية سي شوقي، البارح شفنا أكيد راك تفرجت أنت في الفيديو وسمعت الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، وشفت أكيد زاد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي حكيت على زوجة شوقي الطبيب واللي قصدها، يقولوا أنه قصدها رئيس الجمهورية. نذكروا أنه رئيس الجمهورية ما سمى حتى اسم يعني ما عطاش حتى اسم، قال أنه ثم زوجة أحد المحامين ثروة نتاعها 100 مليار. أنت رديت على كلام الفيديو في التدوينة متاعك معناتها كلام رئيس الجمهورية رديت عليه، وإلا رديت على اللي يكتبوا معناتها اللي يقولوا اللي هي زوجة شوقي؟ لا هو رئيس الجمهورية بتبيع ما سماش دونك ما نجمش الرد على كلامه، لكن الرد متاعي كان على عديد الصفحات والتدوينات اللي مشيت في اتجاه اللي رئيس الجمهورية يقصدني يقصد معناها زوجتي. فوضحت قلت راهو اولا فهمتي معناها ثروة زوجتي ولا ما كسبها بليتو، حتى كلمة ثروة معناها كلمة معناها كبيرة ما هيش بالحجم هذا حتى ولو نزيدوها بكيس بئارة، هذه الأولى. ثانيا ما كسبها الكل تقريبا جات عن طريق الإرث من أمها وأبوها الله يرحمهم وانجرار الملكية كما نقولوا نحن بلغة القانونيين وأصل هالمكاسب هذه اللي هي زد نعاود نذكر مرة أخرى معناها ما هيش بالحجم اللي هم تصوروه. نحن هما عائلة متوسطة نعيشوا في الستر والحمد لله، هذوم الكل معناها من قبل ما نعرفها ومن قبل ما نولي أنا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبالإمكان أي إمكان
انه يثبت من الشيء هذا، لانه هو شنو عملية التشويه اللي صارت وقاعدة تصير لمنذ اكثر من 4 سنوات. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قاعد يحمي في الفاسدين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قاعد يبتز في الفاسدين وإلى غير ذلك، وقاعد يحصل في ثروة كبيرة، والثروة هذه قاعد يبيثها باسم معناها زوجته. دونك الحكاية سهلة ياسر، أنك أنت 100 مليار معناها ولا حتى أقل من 100 مليار اللي هم عقارات كما ربما حكى البارح رئيس الجمهورية. جستمون معناتها حكى العقارات في أماكن معينة في تونس. إيه فوالا، أنت تنجم معناها تعرف العقارات هذوما شنو هما وقتاش تشري، وفما عندك الضبخانة وفما عندك القباضة وفما عندك برشا معناها وسائل اللي هم متاحين في إطار الإدارة العمومية باش تعرف اللي هذوما بتاع شكون وقتاش تشري وكيفاش تشري وكسيرا. فهمتي هذه المسألة معناها حكاية تحديدا على المرسى وحكاية على أريانا معناتها. أنا توا راه ما نحبش باش ندخل على المرسى ولا أريانا ولا غيره، فهمتي معناها هذا خاطر مانيش باش أنا قلت داير في التدوينة متاعي. إذا كان أي صحافي يحب يعمل بحث استقصائي يتفضل اللي يجي بحذايا ولا بالتليفون ولا باللي هو ولا بالإيميل ويسألني الأسئلة هذه الكل، يقول لي هذه المرسى شنية ولا ريانا ولا اللي هو. هو أنت أي سي شوقي، أنت كي تفرجت في الفيديو معناتها كي تفرجت في الفيديو؟ والله أنا راني ما وقتها مانيش تفرجت فيه معناها في الليل هكا كي دير تليفونات، واحد شفت معناها بعض اللقطات معناها منه، وهو حتى زادك دونك وذاك علاش انا كي برشا بداو يكتبوا شوق الطبيب ولا بحاله معناها اعطاو زوز ولا ثلاثه احتمالات من الاحتمال نتاعي انا. قلت بما انه الموضوع هذا زاد ليله مده هو يعاود يتكرر من 2008 معناها نفس الموضوع تعاهد به القضاء على اثر تقديم عريضه في الغرض معناها نفس الكلام معناها تقريبا هو بيدو ثروة مرت شوق الطبيب اللي يبيض عن طريقها في الأموال هي كذا وكذا وكذا وكذا. دونك فما النائب ماهر زيد مشى من 2018 قدم شكاية في المحكمة الابتدائية نتاع تونس. يعني موجودة شكاية مصبوبة موجودة شكاية، والشكاية هذيك فهمتي تم استدعاء زوجتي فهمتني، وعطات مؤيداتها كلها، والدار هذه كيفاش نتاع شكون وقتاش تشريت وقتاش تباعت، ها وشنو اللي تشري بفلوسها، ها وهذا شنو الارض اللي في كذا اللي ولات فهمتي معناها لوتيسمون معناها كيفاش تباعت، ها وشنو مقتضى التوكيل معناها كل شيء معناها مريقل وواضح. ونعاود ناكدوا معناها خاطر من حق مرتي ولا غير مرتي باش يكون عندها املاك 100 مليار ولا حتى ب 1000 مليار ولا بزوز فرنك. المهم معناها كي تبدا بطبيعه الحال الامور قانونيه وفي اطار الشفافيه وفي اطار الوحده، واللي عنده ربي معناها يزيده. ولكن ديما نعاود نكرر معناها راهو الاملاك هذه كل اقل 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 بكثير من العشر نتاع اللي ورد في التدوينات ولا في غيره. دونك نعاود نرجع لك، دونك مشى الملف مشى للقضاء مشى للقضاء للقطب وتم معناها سماحة وتم وشهادة حفظ، يعني هبطت هنا شهادة الحفظ أغلق يعني الملف من 2018 أوت 2018 أغلق الملف وهني شهادة الحفظ. ولكن بطبيعة الحال تواصلت الحملات الممنهجة على زوجتي وعليا وعلى ولدي وعلى يعني كل من وعلى اعضاء الهيئه وذي الكل. الصفحات هذه دونك اللي يحب زاد كذلك يعمل شويه مجهود ذهني تيعرف الصفحات هذو نتاع شكون، ويحب يعمل مجهود ذهني زاد يسال فما حتى مشكله ونجاوبوه ولا ينجم يتقصى وحده، تعرف اللي كلها معناها عملية كيدية الهدف منها يعني الانتقام والتشفي من اللي كان رئيسها وطني لمكافحة الفساد هذا، واللي معناها حال ملفات وحال قضايا معناها كبيرة على القضاء. أنا أكثر من 1000 معناها ملف حلتهم على القضاء خلال مدة رئاستي لها للهيئة سيتنر ما عملت أعداء وعملت اكيد هذيك الضريبه معناتها نتاع ضريبه العمل اكيد، وهيئه وطنيه مكافحه الفساد نحكي وما تنحكي على اي هيئه معناتها. لكن تبقينا اللي كنت نتمناه واعتقد يتمناه كل انسان نزيه كل مواطن معناها نزيه، انه دولتي ومؤسساتها بما فيها مؤسسه رئيس الجمهوريه لا غير ذلك معناها تحميني
ما قولش تكرمني يا أخي، معناها أما تحميني وتحمي عرضي وتحمي عرض معناها عائلتي لا غير ذلك. هل تعتقد حسب كلامك تعتقد أنه قصدك رئيس الجمهورية سي شوقي؟ والله شوف أنا إن شاء الله ما يكونش قصدني، لأنه كان يكون معناها قصدني أنا وقصد معناها زوجتي يا خيبة المسعى، لأنه وقتها إذا نخافوا عليه رئيس الجمهورية خافوا عليه، ونقولها ونأكد عليها لأنه وقتها يكون رئيس الجمهورية تم معناها مانيبيلاسيون معناها متاعو، تمت مغالطته يعني تقول إذا هو يقصد معناها تم مغالطته، تم تسريب معلومات معناها غالطة ليه، وهذا شيء معناها خطير وقتها، لأنه نحن بكلنا بريتو رئيس الجمهورية هو رمز الدولة. وسي قيس سعيد معناها هاني توا معناها قلتها ونعاود نكررها، معناها إنسان معناها نجم ونكنوله كان الاحترام بعلاقة خاصة بحكاية مكافحة الفساد، أنا إنسان نظيف ما شفناش عليه حاجة معناها اللي تعيب، فهمتني؟ ولكن دونك بالتالي وقتها معناها مسألة خطيرة، يلزم معناها ننفذوا رئيس الجمهورية ويلزم ننبهوه ويلزم نقولوا له أنا وأنتوما والناس الكل يا ولدي ثبت يا ولدي راهو رد بالك تقع مغالطتك ويدسولك الملفات من هذا النوع ولا من غيره، وتظلم ناس والظلم معناها ظلمات، فهمتي؟ معناها مش باهي الظلم ومش باهي انك تشوه ناس اللي قطع النظر على ادائي انا في الهيئه. انا اجتهدت وخدمت معناها دولتي وضحيت، وحتى هذيك هاي فرصه باش كما ذكرت في تدوينتي انا انسان معناها دخلت بشيء على مقتضى مكاسبي لا غير ذلك، وخرجت بشيء اخر في النقصان، وهذا مثبت ومعروف لازم يثبتوا فيه، يشوفوا لي كونت بونكير نتاعي، يشوفوا بلاك، يشوفوا كذا. واضح سي شوقي، دهمنا الوقت. كنت محامي نخدم على راحي، دخلت الهيئه وليت معناها موظف ولا شهار موظف اقل من ما مانيش موظف. واكيد ثم واكيد ثم يعني قانون وقضاء وكلنا. يا عبد انت توا وين القانون وين القضاء؟ اي احنا اذا كان انت شوف اذا كان انت يتم وصمك اجتماعيا فهمتني بالطريقه هذه، واذا كان فهمتي معناها ديباج سبونسوريزي يحكيوا عليك ويتهموا فيك التهم هذه والتهم اخرى اخطر. انا جريده الانوار الاخيره هذه قالت اللي انا عميل نتاع الموساد، والموساد كلفني باش نكسر شوكه الاداره التونسيه، وجريده وطبعت ونشرت وبررت بالتالي قالت هاو التبرير على الشوق في الإقامة الجبرية على خاطره عميل للموساد. أنا أنت شنو معناها أنا تو إنسان معناها موسوم اجتماعيا مهدد بنجم أي واحد معناها كمهبوب. انقطع الهاتف على كل، هو محالة دهمنا الوقت. كنت تسمعوا في العميد شوقي الطبيب العميد السابق للهيئة الوطنية مكافحة الفساد رد تقريبا على كل الاتهامات اللي وجهت له ولزوجته أيضا من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أثر نشر رئاسة الجمهورية فيديو يقول فيه رئيس الجمهورية أنه ثم زوجة أحد المحامين تبلغ الثروة نتاعها 100 مليار. على كل تقريبا استوفينا كل المعلومات في هذا الملف، احنا مازلنا مواصلين معاكم، راجعين شوي آخر.